سلام الرب يسوع المسيح له المجد لكل مشاهدينا. مشاهدينا اليوم بدنا نتذكر لمناسبة العنصرة، عيد العنصرة، بدنا نتذكر سوا. يمكن في جزء منا بيتذكر دايما، في جزء بده لازم نذكره، في جزء ما بهمه. شو يعني العنصرة؟ شو يعني حلول الروح القدس؟ تلاميذ يسوع عايشوا معه 3 سنين، سمعوا كل وصاياه وتعاليمه وشاهدوا معجزاته وشاهدوا أعماله، بس هن كانوا بحاجة للروح القدس. روح القدس قال لهم الرب يسوع: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وستكونون لي شهودا في أورشليم، في اليهودية، وكل السامرة، إلى أقصى الأرض. بقوة روح القدس يلي حل على التلاميذ، قوة هيدي القوة حولتهم من جبناء لأشخاص شجعان قدروا يشهدوا عن المسيح، واستخدموا الروح القدس تغيروا التاريخ. نحن بنقول ما قبل المسيح وما بعد المسيح. هيدي القوة المطلقة هي موجودة لألنا، لكل مسيحي آمن بعمل يسوع المسيح وموته على الصليب وقيامته من الموت. هي موجودة لألنا كلنا، كان بدنا عيد حتى نتذكر أو ما بهمنا. هيدي القوة موجودة لكل مسيحي. ليه؟ لحتى تأهلنا أنه نعيش القداسة، لحتى نعيش مواهب الروح، لحتى نعيش ثمر الروح، كلهم لمجد ربنا يسوع المسيح. اليوم خلينا سوا لمناسبة عيد العنصرة اللي كم يوم لح كلنا نحتفل فيها، خلينا سوا نرجع نتذكر مهما كان شعورنا، كنا مهتمين أو مش مهتمين، خلينا نتذكر شو هو روح القدس، ليه بحل علينا روح القدس، شو له إفادة بحياتنا، ليه الرب يسوع قالنا امتلئوا من الروح. كل هيدا التفاصيل وأكثر رح تكون مع الأب جوزيف عبد الساتر. أهلا وسهلا بير جوزيف. شكرا شكرا دولي. بير جوزيف، اليوم عنا كتير أسئلة، عنا كتير توضيحات بدنا نستوضحهم منك، مع أنه نحن دائما بنشجع المشاهدين يقروا كلمة الرب، كلمة الكتاب المقدس، بس دائما نحن بحاجة لإيضاحات. صحيح. اليوم بدنا نبلش نستفهم عن الروح القدس. ليه قالنا الرب يسوع مع انه تلاميذ كانوا معه وقال لهم ستنالون متى حلت القوه عليكم، قوه روح القدس، يعني نحن كمان بحاجه لهيدي القوه، ليه هن كانوا بحاجه لها وليه نحن بحاجه لها؟ اذا بتسمحي قبل ما نبلش بكل هالتوضيحات نصلي الصلاه اللي بنسميها صلاه الروح القدس. بسم الاب والابن والروح القدس، اله الواحد، امين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين، هلما يا معطي المواهب، هلما يا ضياء القلوب، أيها المعز الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، اضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، أمين. أمين. يعني بير جوزيف بعد هذه الصلاة صار عنا أسئلة أكثر وتوضح كثير عن الروح القدس بدقوته. صحيح. قوته المطلقة. هلا لابد من هيك لمحة تاريخية صغيرة، بس إنه عنا عيد العنصرة. شو عيد العنصرة؟ ليش العنصرة بسموها العنصرة؟ أول شيء ناخد دائما العنصرة إجت هي مناهضة لما جرى في بابل، كانوا عم يحكوا لغة واحدة وحبوا يوصلوا لله بدون روح الله فتبلبلوا. أما بالعنصرة رغم اللغات العديدة اللي كانوا مجتمعين هالناس، رغم اللغات العديدة كلهم فهموا لغة الرسل يلي خاطبوهم فيها، لأنه كانوا عم يحكون من تلقين من الروح. وعندما يكون الإنسان ممتلئا من الروح
بيساعد الآخر اللي عم بيسمعه أن يكون هو أيضا ممتلئا من الروح. عنصرة أو البنتيكوستي البنتيكوستي أو اليوم الخمسين هي جاية من اللفظة الإغريقية العبرانية يعني الخمسين بنتيكوستي، وهي لفظة عبرانية معناها اجتماع أو محفل. استخدمت هالكلمة هيدي كلمة عنصرة لتشير إلى عيد الخمسين اليهودي الذي كان يجتمع فيه كل ذكر من اليهود من كل بقاع الأرض إلى أورشليم للاحتفال بالعيد، كانوا يحتفلوا بهذا العيد. وهالكلمة هيدي أطلقت على عيد الخمسين المسيحي الذي فيه حل الروح القدس على المجتمعين في علية صهيون، فصار يدعى في العهد الجديد عيد العنصرة في العبرية أو عيد البنتيكوستي في اليونانية، العنصرة بالعبرية. وهون بحب نوه لشغلة واحدة، إنه بالعنصرة كانت العذراء موجودة مع التلاميذ بالوقت يلي بالعشاء السري ما كانت موجودة. ليه؟ بالعنصرة هي معمودية الكنيسة، ولادة الكنيسة، ودائما الأم ترمز إلى الولادة إلى العطاء. فهي كانت معهم بالعنصرة لأنه هي ولادة الكنيسة وهي أم الكنيسة، بينما بالعشاء السر ما كانت موجود لأن لا تشهد الأم ذبيحة ابنها. بالعشاء السر كان عمالي يحتفلوا بالعشاء السر اللي هو تهيئة إلى الذبيحة، مش معقول تكون أم عم تحضر عملية ذبح الابن. صحيح شفته على الصليب ولكن ما كانت موجودة معهم بالعشاء السري لتشهد على أنه سوف يقدم ذاته ذبيحة عنا، في حين كانت هي موجودة في العنصرة. هلأ هالعيد هيدا هو من الأعياد الكبيرة، ثلاثة الكبيرة يلي هي عند اليهود، كان فيها يجي كل ذكر إلى أورشليم ليمثل أمام الرب ويقدم تقدمته للرب. نشوفها بخروج 34 22 23 شو التقديم كان؟ كان يقدم رغيفين، وكان هالرغيف هيدا كبير في حجمه، فوزن الرغيف بحسب الشريعة يكون 10 الأيفة أي حوالي 2.3 لتر من دقيق القمح المحصود. يعني هيدا خصوصي للمناسبة. أي صحيح. وكان طب يوصف الرغيف كيف كان. وبعدين من بعد فيما بعد بعصور عديدة متأخرة نحفظ هالعيد كتذكار لإعطاء الناموس لموسى على جبل سيناء. انزل الناموس على جبل سيناء. وبهالنهار هيدا وقت اللي كانوا كتار من اليهود من حوالي 18 أمة ولسان قد أتوا إلى أورشليم ليحتفلوا بالعيد انسكب الروح القدس، كانوا عم بيجوا بيحتفلوا وحكيون التلاميذ وفهموا عليهم، كل واحد فهم عليهم بلغته، يعني التلاميذ مش انه التلاميذ حكوا عدة لغات، حكوا لغتهم، لكن لانه الروح كمان حل على الاشخاص صار كل واحد عمال بيفهموا بعضهم بلغته. ويعني هذا مبدئيا هيك كلمحة تاريخية حول الموضوع هيدا. نحن بنحتفل كل سنة بالعنصرة لحلول الروح القدس. نحن بنعرف إذا جينا على الكتاب المقدس بأعمال أنه رب يسوع قال لهم ضلكم في أورشليم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. يعني هني كانوا بحاجة للروح القدس حتى قدروا غيروا وقدروا شهدوا، تغيروا كلهم لما حل الروح القدس عليهم مع أنه كانوا هني عايشين مع يسوع. طب نحن هلأ العيد قدامهم لقلنا، أهم شيء إنه عم يرجع بيذكرنا أهمية الروح القدس. هلأ نحن بحياتنا قدامهم الروح القدس وين موجود؟ موجود فينا؟ هو إذا بدنا نفكر في عندي هون هيك خطين. الله الذي خلق الإنسان على صورته فمثاله خلقه ثالوث، الله واحد بثلاث أقانيم الآب والابن والروح القدس. وبذات الوقت خلق الإنسان أيضا ثالوثي، الله الخالق والابن المخلص والروح القدس المعزي. هلأ الله الخالق ما فهموه خلال مسيرة الخلاص فتجسد بابنه الوحيد،
لكي نحن منقول بنؤمن الذي تجسد من أجلنا ومن أجل خلاصنا من أجلنا لكي يفهمنا محبة الله الآب من أجل خلاصنا ليحررنا من عبودية الخطيئة. رغم هيدا وكله قعد بيناتهم حتى التلاميذ القراب منه ما قدروا استوعبوا قوة هذا الحب. كانوا منتظرين ملك يجي يبطش يحررهم أو يعدهم بإشياء يعطيهم يمكن أمور مادية. فمات وقام لأنه مثل ما آدم بواسطة خطئ فجلب لنا الموت، آدم الجديد دخل في قلب الموت ليحررنا من الخطيئة. وقت اللي قام ظهر 12 مرة ظهر بعد قيامته وظهر للتلاميذ. هالظهورات هي إذا بدك تثبيت القيامة مش القبر الفارغ. هالظهورات هي تثبيت القيامة. ومن بعد 40 يوم صعد إلى السماء، وعملية الصعود إنه ما كانش بالسماء، هو دائم روحيا لكن صعد بجسده الممجد إلى السماء. وعن صعوده إيش بطرس سأله؟ قال له وين الملك اللي وعدنا فيه؟ يعني رغم تثبيت القيامة بالظهورات بقيوا عاجزين عن فهم هذه الحقيقة. وهو قال لهم أنا مش رح أترككم يتيمة، رح أبعث لكم الروح المعزي. مين الروح المعزي؟ يلي هو مش رح يزيد شيء، هو رح يذكركم بكل الأمور يلي أنا علمتكم إياها واللي قلت لكم إياها. ما يتركنا وحدين أبداً. من هون إنه بحدي يذكركم. وعملية التذكير هيك أنا وعملي بحضر حالي مشان إجي على الحلقة. ذكرت المواهب السبع تبع الروح القدس. أخذت المواهب السبع مثل النوتات السبع بالموسيقى، دو ري مي فا سول لا سي، من نوتات سبع بعد لحد هلأ عم بألف ألوف مؤلفة من القطع الموسيقية ولم ينتهوا. يعني نحن قدام نألف اشياء بحياتنا لتمجد الله، صحيح، من خلال مواهب الروح. هلا بنحكي عنها بير جوزيف. فاذا اجى الثلاثيه هيدي انه اليوم، وهيدا هو الحب. الحب يلي بعيله يلي هو الاب والابن والروح القدس. ان الله الخالق هيئ لمجيء الابن، الابن افهمنا حب الله الاب، واتى الروح ليذكرنا بهذا الحب وبكل ما علمنا يسوع. يعني كل واحد كان عمالي بيلعب هذا الدور في تاريخ الخلاص، ما حد استأثر بشيء لوحده، بالعكس. وهون عمل الروح هو اللي بده يذكرنا بكل شيء علمني الرب. وإجمالا اليوم بالمعمودية، المعمودية هي بنسك فينا الروح، وهي بسموها النعمة الحالية التي حلت فينا. اما النعمه هيدي اذا حلت وحده مش كافيه، بدها تتفعل، واذا ما تفعلت بتضل طاقه لم تتفجر. لكن صار عندنا ثلاث مواضيع مثل مولد الكهرباء. اذا ما دورتي ما بيعطيك نور، صح، بالوقت يلي الطاقه موجوده فيه. لكن صار عندنا ثلاث نقاط بير جوزيف، نرجع نحكيون عن الامتلاء من الروح وكيف تتفعل والمواهب. بس خلينا نشوف الاشخاص اللي التقينا فيهم على الطريق، سالناهم شو العنصرة وشو بيعرفوا عن العنصرة. خلينا نسمعون كلبد شاهدهم. العنصرة هي حلول الروح القدس على تلاميذه. حلول الروح القدس على التلاميذ، الحل الروح القدس على الرسل تبعول المسيح، وبتحل علينا ونخدها بالعمادة. العنصرة هي حلول الروح القدس على تلاميذه وليسوع. وهيدا عيد نحنا كتير بهمنا، يعني كمسيحية كتير كتير بهمنا. العنصرة هي حلول الروح القدس على أمنا مريم مع التلاميذ بعد 40 يوم، وصاروا الرسل كلها تحكي بلغات متعددة، صار ما بقى حدا يفهم على التاني. وبساعتها انتشرت اللغات بالعالم كلها من بعد العنصرة وحلول الروح القدس عليهم. هي حلول روح القدس على تلاميذ يسوع وعلينا كلنا، ومناخده نحنا من القداسة اللي منكتسبها ومن الصلوات ومن الإيمان يعني اللي منعيشه. يعني كلهم صبوا حلول روح القدس. حلول روح القدس، بس في شيء سيدة أو قول جواب بلفتك؟ منهم ذكرت العذراء معهم، بس غلبطت بالأيام.
انه بعد 50 مش 40. في ست قالت انه روح القدس بناخده من القداسه من الصلوات. هو بناخده شيء بالمعموديه. في ست كمان ونتغذى يعني هالصلوات وهيدا بتغذي عمل الروح فينا. يعني مثل ما قلت انا مولد الكهرباء هيدا اذا ما حطيت له المي، اذا ما حطيت له المزود، واذا ما نظفته، اذا ما سويته الى اخره، ما بيكفي بس يكون في طاقه. فالصلوات هي سلاح حتى تصد روح الشر لنقدر نفعل عمل روح الله فينا. خلينا نبلش بالامتلاء من الروح. قلت حتى بالصلاه هلم ايها الروح القدس، يعني انا عم بستدعي الروح القدس هلم ايها. يعني نحن كمسيحيين قلت لنا انه الروح موجود فينا، انه نحن امنا بيسوع المسيح، الروح الرب موجوده فينا بس غير مش فعال. مثل ما قلت لنا الموتور، ما دورنا الموتور، ما اهتمينا بالموتور. اوكي، قبل ما نهتم انا بدي اقول له هلم يا هلم ايها الروح القدس. يعني انا بدي استدعي. ليه بدي استدعي الروح القدس؟ اول شيء اذا بنشوف انه وقت اللي حل الروح القدس على التلاميذ في العليه حل كصوت، في صوت غير شبه ألسنة النارية. فاذا هو كائن، هو اقنوم له صوت، شخص إلهي. فإذا هالصوت هيدا بحد ذاته إجا وهو الريح. ما بيميزوا كانوا بالهيدا بين الروح والريح. أنا وقت اللي بستدعيه بدي يكون هو هذا الروح مثل الريح يلي بدي ينفد غبار، بدي ينفد الأوساخ، بدي ينفد عني النفايات، بدي ينفد عني الخطية، بينفد عني. تعرف وقت اللي بتجي الريح بتشيل التراب، بتشيل النفايات، بتشيل الأشياء. بده شيء، بدي استدعيه انا، قله تعا مثل هالريح هيدا بعزل كل شيء ما بيصبش فيه. كثير تشبيه حلو بير جوزيف، واضح لك اي مشاهد بهمه ولا ما بهمه يعرف انه كيف الريح بتجي بتنظفنا. بتدخل فينا. هذا هو الروح. انت قول بدك تقول اتركه. مش معقول انا الا للريح تاعي وسكر الباب. هو بيجي لانه في ارادتك. يعني هون وقت بنظف هذا الامر بخليك توعى الى ملكوت الله يلي بداخلك. ساعتها روح الله اللي فيك هو ببلش يتحرك يتفاعل. يلي كان بدك مفطسته عملت له كاتم صوت يلي هلكته كل هال، لانه حتى لي انت هذه ناحيه. ناحيه ثانيه بايليا وقت اجت العواصف، وقت اجت هذا ما سمع بالنسيم، سمع صوت الله. فاذا وقت اللي بتقول له بيجي ريح بنظف، وبعدين مثل النعس، مثل النسيم العلي اللي بيدخل فيك وبيجعلك ترجع لذاتك وتتذكر يلي قال لك وعلمك يسوع المسيح، ويكون عندك هذا الاستعداد حتى لتحقق بحياتك ما طلبه الرب يسوع. وطلبه مش من أجله هو، طلبه من أجلك أنت. يعني هو يبدأ عمله فينا. أكيد. نحن استدعيناه، طلبنا المغفرة، صار بدخلنا. يعني عم نشوف من خلاله، عم نسمع من خلاله، عم نفكر حتى من خلاله. صحيح. نحن يعني هون بتقول شغلة انه وقت انت بتروح بتتوب بتعترف بالتوبة، انت يعني انت عم بتقول له تعا ايها الروح، عم بتقول له تعا. لانه بتعرف نحن بنمرق بصراعات. شو بقول له تعا ايها الروح؟ وقت بيكون في عندك صراع ما بين الخير والشر. اوقات قال في ذئبين كانوا هني عمالي بيتخانقوا. قال له ذئب الخير وذئب الشر، من ينتصر؟ ذئبين. قال الذي تغذيه أكثر. فأنا اليوم وقت اللي بيستدعي هذا الروح عم بغذي هذا الذئب، ذئب الخير لينتصر على الذئب. كيف أغذي ذئب الخير؟ كيف لحتى يتفاعل بحياتي؟ لأنه نعم. هون قلنا بالصلاة املأ باطن قلوب المؤمنين. كيف أنا بدي غزي وقت اللي أنا هدي فيها في هذه العلاقة؟ أول شيء بدي يكون عندي استعداد للمغفرة. بدي يكون عندي استعداد للحب الغير مصلحة، للحب الغير غائي، الحب الذي لا غاية فيه، لا مصلحة فيه. بدي غزي أضيف بالصلوات بالعلاقة. لأنه وقت اللي أنا بصلي مش أنت بتكون عم تصلي، هو روح الله اللي بيكون عم اللي بيصلي فيك، بيسمع أنات قلوبنا. وقت أنت بتروح على الكنيسة مش أنت رايح، هو اللي شدك. وقت اللي بتروح أنت تعترف، هو اللي بيكون شدك على الاعتراف.
وقت اللي انت تقعد تحكي معه تحكي مع الله، اعمل علاقه مع الله، علاقه روحيه هذا الروح عم يشتغل فيه. صح هذا الروح، لانه يعني وقت اللي انت بتقوم بعمل حتى المجتمع اوقات كثير ما بيشجعك تعمله، يعني اذا انت قمت باحساني الى من اذاك مش انا، هيدا الروح، هيدا الروح صح. انا بدوني لا تستطيع ان تفعل شيئا، ما بقدر اعمل شيء بلا قوه المسيح. هون يلي بيخليك مثلا وقت اليوم بتعرفي الانسان اليوم عنده روح الانتقام، يقول الله لا تنتقم انا المنتقم. وكيف يقوم انتقام الله؟ فكروا انه انا ربنا بده يبطل، مدري شو بده يعمل للاخر. يقوم، لا يقوم انتقام الله على ايذاء من اذاك، انما على اظهار الحق وابراز مزاياك. كثير كثير بير جوزيف اليوم بعمق، مش انا هذا روح الرب كثير بعمق كثير. طيب نحن بدنا نخلي روح الرب، نحن بنقول له تعال يا تعال ايها الروح القدس لحياتنا، ويتفاعل مثل ما هلا شرحنا انه نحن نطلب المغفره، نحن نغفر للاخرين، مش نحن الرب هو قد ايه يتفاعل بحياتنا بنقدر نغفر. انا بحب لك شغله وحده كمان، باخذ انا ككاهن اليوم بالوعظ اوقات بتكون حاطط نقاط للعظه او كتبها، تقعد قدامك مثل لوحه بتعيش تقول شيء، بيجيك الهام بتحكي، اوقات مش ولا شيء كاتبه، تيجي بتقول طيب كيف هيدا هيد يعني هيدا هيد عمل لأنك الروح، لانك استدعيت عمل الروح لانه ساكن فينا. مزبوط، لان ساكن فيك الروح. طيب انا لما هيدا الروح يلي نحن شرحنا هلا تتفاعل فينا، هيدا الروح بس مره واحده بدعيها ولا كل يوم ادعيها تتفاعل بحياتي؟ سؤال، انت مزوجه، انت قلت له مره لوحده لزوجك بحبك؟ لا كل يوم بقول له سلام ان شاء الله. هذا الشيء لانه الروح هو الله ايضا، عرفت لي كيف؟ يعني وقت بتحكي انت وياه بتقول له هلا، وقت بتقول له بحبك هو مش حتزيد شيء على قوته، بس وقت بتقول له بحبك بيساعدك توعى قديش هو بحبك. بير جوزيف اليوم انا بشكر ربع هذا الموضوع. أنا برجع بكرر لكل شخص مش هامه هيدا الموضوع، ما بيعرف شي عنه، أو مش هامك، أو ما بتعرف، أو لأنه ما صار في ظرف تعرف، نحن مدعيك حتى تتعرف أكثر على قوة الله، قوة روح القدس يلي ساكن فينا، يلي نحن بنستدعيها، يلي تتفاعل بحياتنا قديه نحن بدنا. نحن ناطرين اتصالاتكم على الرقم اللي عم يمرق على الشاشة 01-255-500، بنحب كتير تشاركونا بهذا الموضوع. بير جوزيف قلت لنا نحن نمتلئ من الروح، يتفاعل الروح بشكل يومي بشكل دائم، نحن بدنا نقول تعالي يا روح الرب إلى حياتي إلى قلبي. أكيد لما بده يجي على قلبي وعلى حياتي بده يكون نظيف، بده يكون أنا مستعد، بده يكون عندي استعداد. صح، بده يكون عندي استعداد إنه أنا أقول له يا رب أنا مستعد إنه أنت تشتغل بحياتي. وقال لي بيبقوا بارولي صحيح. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماء، انه تعا لانه انت بدك تساعدني انه افهم محبه الله، انه اتذكر اللي علمني اياه الرب، ويكون عندي الاستعداد انه حققه، انه عيشه بحياتي. وهون بدون ما التفت لا شمال ولا يمين، متكل عليه وحده، ومن يصبر الى المنتهى يخلص. انا عيني انا هون بدي ارجع اسال انه استدعينا روح الرب بحياتنا بشكل يومي بعمق بكل قلبنا ونحن حاضرين الرب يعمل فينا. طيب ليه بعد في انا ما عم دين حدا، انا عندي غيره على كلهم يحبوا الرب ويجوا عند الرب يسوع، طيب ليه في مسيحيه بعد لا يتجاوبوا ما بيدعوا روح القدس لحياتهم؟ اول شيء بصلي لهم. إذا عندي هذه الغيرة، غيرة خلاص الآخرين، طيب إذا هني ما بدتون لحظة، إذا عندهم هالغيرة بصلي لهم. أوكي. لأنه حتى مرأة وسطينهم شو بيقول، إذا كنت عم بتصلي وكانت صلاتك بس شفوية أو فاتر فيها، أو حتوقف الصلاة، إن الله هو الذي يحولها إلى صلاة القلب. وأنا إذا صليت وشعرت إنه ما حدا منهم تغير، أنا مؤمن إنه يوما ما سوف صلاتي تغير قلوبهم،
مش أنا صلاتي يعني صلاة الروح، الله بده يغير شيء بقلوبهم. بس يعني شو وقت تكون عم صلي له مش عم صلي له تنتقده ولا تهينه ولا تأشمت فيه، عم صلي له تقول له أنا بحبك. ياما في أشخاص وصلوا على باب الجحيم بفضل صلوات غير ناس الله أنقذهم. في إحدى هذه قصة يعني إحدى الطبيبات طبيبة حكيمة أسنان كانت غير مؤمنة كليا، فاتت هيك على كنيسة وسأبت في واحد عم بيصلي، هذا اللي عم بيصلي قال له يا رب عم بصلي لك على نية هالإنسان اللي فاتت ما بيعرفها. وكانت هالصلاة اللي صلى له إياها سبب خلاصها من الجحيم. وإنه بدنا نؤمن، وهذا الروح بيشدك انك تؤمن بهذا الشيء. لذلك نحن بنشوف انه بنتضرع الى القديسين الى الله بس كل هودي مين؟ فعل الروح. يعني بدك تقولي الجندي المجهول. الجندي المجهول يعني احنا ما تعرفنا له، عندنا عدم معرفه، عندنا جهل. اللي بتعرفي شو هو بيفرح قلبه؟ مش مهم تعرف عليه، مهم انك انت تحقق مشيئه الله وتكون تعرفت على الله الاب والله الابن. انا شغلته شغله روح القدس انه اعمل مشيئه الله. هو وهون الاعياد مثلا عندك عيد الميلاد. بعيد الميلاد اذا بدك انت تحقق خلاص، بعدين من بعد عيد الميلاد اجت المعموديه، من بعد المعموديه القيامه، من بعد القيامه الصعود، ومن بعد الصعود العنصر، يعني من الأعياد الكبيرة. فإذا بالميلاد تحقق الخلاص، وعلى الصليب بلغ ذروته، ولكن هذا الخلاص لم يكتمل، وهذا هو عمل الروح الذي يكمل عمل الخلاص من خلالنا. من خلالنا مثل ما استخدم الرسل بيستخدمنا نحن هلا. طيب هلا اوكي، الروح هو بحياتنا لحتى ذاك يمجدني، لانه ياخذ مما لي ويخبركم. يعني الروح القدس بده الرب انه هو يتمجد بحياتنا، مزبوط؟ يعني في صفات المسيح وشخصيته بذكرنا دائما الروح بصفاته وشخصيته وقوة الروح. يعني هون بتظهر مواهب الروح، بتظهر اكيد بتظهر مواهب الروح. يعني أنا لما بدي مجد الرب بحياتي، أنا قلت تعالى لروح الرب، هو بحياتي بده يبلش يشتغل، بدأ بتظهر الثمار وبتظهر المواهب. نحن إذا بدنا نحكي عن المواهب اليوم، إذا الروح ساكن فينا كمسيحيين، كمسيحيين مؤمنين مثابرين علاقتنا مع الله، أوكي، بتظهر المواهب. شو هي المواهب؟ مواهب روح القدس سبعة، والسبعة هو رقم قلت لنا الميوزيك. أنا عملته على ال أنا مش أنسيها بحياتي. أنا اليوم إجتني هالفكرة، قلت له مش حلوة، يعني قلت له يمكن كل الناس بتقدر تحكي اللي أنا عمالي بحكي بكل بساطة، مطلق كان بيقدر يحكيهم، ولكن هالفكرة اللي إجتني النوتات السبع دو ري مي فا سول لا سي، من هالسبع نوتات قديش صار في معمول سيمفونيات، قديش صار في معمول ألحان، قديش وهيدا ولا واحد مثل الثاني. صح، يعني صوري من شيء بشري هيك، فكم بالأعرف. يعني مواهب الروح اللي هي سبعة، عندك الحكمة، حكمة يلي هي تقود الإنسان على معرفة الأمور الإلهية والتعمق فيها. الفهم هو اللي بيقودنا على تفاهم الكتب المقدسة والتعمق في حقائق الإيمان، وتمد العقل البشري بنور روحي يتمكن من فهم أسرار الدين المسيحي في جوهره. طيب جوزيف، هودي اللي قلت لنا الحكمة والفهم، هل احنا ما رح ينزل نزول علينا؟ نحن بدنا نشتغل، هو يعني هو احنا بدنا نعمل وقت نقعد يعني نقرأ بالكتاب المقدس وندرسه 100%. وقت انت بتستدعي الروح هو بيعطيك الحكمة، الحكمة هي مثل ما قلت انا يلي بتخليك معرفة أمور الله بلا، وبيعطيك الفهم. هون أغسطينوس شو بيقول؟ بيقول اما في الامور التي تتعلق بالخلاص، الأمور التي تتعلق بالخلاص، العقل يأمر الإيمان بأن يأمر الإيمان بأن يسبقه. بيجي العقل بيأمر بيقول له يا مسيو إيمان تفضل سبقني، ليه؟ لكي ينير له الطريق. من هون بحسب ما جاء في أشعياء، آمن لكي تفهم. وإذا كان العقل يأمر الإيمان بأن يسبقه في أمور الخلاص، فدائما هو عقل من يتقدم. واو، الفلسفية حلوة. هيدي بالفهم. والإيمان هون تنوضح إنه الإيمان هو الثقة بكلمة الله، يعني نعم أنا بوثق من الله. ايه؟ يعني أنا بوثق بكلمته، هذا هو الإيمان. مش إنه هيك يعني. شو بقول أغسطينوس أيضا؟ يقوم الإيمان على أن تقبل ما لا يرى،
وجزاؤه أنك سوف ترى ما آمنت به. صح، مثل ما مكتوب بالرسائل. هلا هيدي حكينا، هلا المشورة، مشورة، المشورة تجنب الإنسان الطيش والتسرع والإدعاء وأخطاره على الحياة الروحية. فالذي يتخذ قراراته، الذي يتخذ قراراته دون استلهام الله والعودة إليه، هذه يعني بالطيش، يقع في ضلال، فهو يعبد نفسه ويعظمها بدلا من أن يعبد الله ويمجده. صح. لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من لدنك يا أبا الأنوار، والمسيح نفسه أعطانا مثلا في ذلك، فلم يفعل شيئا دون استشارة أبيه السماوي، لذلك قال عن نفسه: لا يستطيع الابن أن يفعل شيئا من عنده إلا إذا رأى الآب قد صنعه، بيوحنا 5:19. أمين. كثير حلو المشورة، يعني كل شيء أنا بدي أحطه بين يدي الرب، كل شيء بدي أستشيره بكل تفاصيل حياتنا، حتى بالأشياء الصغيرة بحياتنا. أوقات نحن نرى الله بتفاصيل حياتنا. لك أنت اليوم بحياتك العادية في إشياء بتتعلق فيك، يمكن زوجك ما له خاصة فيها، بس وقت بتستشيريه بيغنيك. صحيح صحيح. وكيف إذا استشرت الرب؟ فلا يعني اليوم المشورة مناش نحن اليوم بشوف الشرير كيف بيشتغل أوقات، مش ضروري يجي يجربك بأشياء كبيرة، بالسرقة وبالزنا وما بعرف شو، بيجربك بأمور أوقات كثير. إذا أنت كنت مسؤول أو إذا أنت كنت رئيس، بيجربك إنك تأخذ قرارك بدون استشارة أخوتك. قرار لك. صحيح صحيح. لكسر هنا الحكمة، فهم المشورة، القوة. كيف القوة؟ تمكن الإنسان من العمل بحسب رغبة الله لمجابهة الشدائد واحتمال المحن والمصائب، فنشعر مهما صعبت الحياة وقصت علينا أن الله معنا، وإذا كان الله معنا فممن نخاف، كما فعل الله مع موسى عندما طلب منه إخراج الشعب اليهودي من مصر، قال له: إني أكون معك، بخروج 3:12. وهكذا نقوى على إطاعة الله لا الناس، بأعمال الرسل 4:19، حتى ولو طلب منا سفك الدماء وقد أوتي جميع الشهداء هذه القوة، ففضلوا الموت على الكفر أو نكران الله ومسيحه وكنيسته. أمين. يعني تكفيك نعمتي، تكفيك نعمتي. الحكمة، الفهم، المشورة، القوة. صرنا عند العلم. العلم هي خطرة. كيف يرينا الأشياء على نور روحي سامن. إن الملحد يرى الطبيعة والناس والأشياء بنوره الطبيعي، أما المؤمن فيرى ذلك بالنور الذي يفيده عليه الروح القدس، فيرى في الطبيعة والناس والجمال صورة الله البهية، فيجتنب ما من شأنه أن يوقعه في مهاوي الضلال، ويمشي إلى غايته الأخيرة معتمدا لها الوسائل الناجعة التي توصله إليها. بعطي مثل صغير. أوقات كثيرة بيكون واحد واعد حاله بشيء ما بيوصل له، بلوم الرب، بيقول له يمكن ما بيوصل له أو ما بيجي هالشيء، هيدا بيجي شيء آخر، يمكن يكون بذات المستوى يمكن أقل. بدك تقرأ علامات الأزمنة فيها. يعني يمكن أنت كنت موعود تنفترض ما بعرف ياخد كوري أرس يلي راح على رية أرس جون ماري فياني، أول موصل لهونيك أكل حجر، وعم بيسأل ولد من الولاد وين، قال له وين أرس، قال له هون، قال له إن دليتني على أرس أنا راح أدلك على السماء. هالزلمة هيدا من وراء ضربة الحجر يلي أكله، بدل ما يلعن المجيء، رأى أن الله يريده هنا من أجل خلاص هذه القرية. بدك تقرأ علامات الأزمنة. ياما منا وقادي وكتير منتظرين مناصب و ما بتوصل، لأنه الله ما بيهمه منصبك، ولا بيهمه بيتك، ولا بيهمه مالك، ولا بيهمه قلب. بيهمه قلبك وخلاص خيك الإنسان. صح. يمكن أنت قادر تكون أداة خلاص لأصغر واحد في هذه القرية، والله يجازيك على ذلك من انك تكون يمكن مسؤول كبير بمدينه كبيره. صحيح.
صحيح. هي شغلة يعني قراءة علامات الأزمنة نقطة كتير أساسية. بدك يعني بدي أسمع الريح. أنا بدي أعطيك مثال. بدي أسمع الريح. إيه. يعني إيه النسيم. بدي أعطيك نسيم. بدي أعطيك مثال. بارح كنت قاعد قدامي بي وابنه حد منه عم ناكل عم نتغدى. هالبي حاطط الصحن يلي عم يطعمي ابنه منه. وابنه قام اخذ السلولار تبع بي وقعد عم يلعب بلعبه. الصبي ملتهي باللعبه. ملتهي باللعبه مش فارقين معه. والبي كل لحظه بشيل بهالملعقه وبيطعمي بيكلها. حتى ما اضطر الابن يقول له لبيو بلا تعطيني وحده ثانيه. انا شغلي انه وقت الواحد بيكون انك انت تطلب الروح وتستسلم لله بهذا الروح لو كنت بلتهي باللي بدك اياه عرف انه هو بيعرف يلائمك بلحظتها. اذا قلت انا اذا هالبي الارضي عنده هذا الحضور لابنه كيف الاب السماء حتى ما قال له يا ابني هلا حط لي اياها بدي طعميك ابدا ما ساله إيه عم بيشتغل هذاك صاب وملتهي مش فرقين معه اذا عم بياكل بيعرف انه بيي ما راح ياخر علي اللقمه والملعقه. يعني هيدا هو محبه الرب. ايوه رهيبه محبه الرب. لكن الحكمه الفهم المشهور القوه العلم بعد ان التقوى والخوف. التقوى من علامات مواهب الروح. هي اثمن موهبات الروح. بتشد العزيمه وتقوي النفوس مثل ما بيقول القديس بولس ان الروح ياتي لنجده ضعفنا بروما 8:16. والتقوى تهيمن على علاقات الإنسان بالله وتوطدها على أسس صحيحة وثابتة فهي مزيج من عبادة واحترام بنوي للآب السماوي لأنه بالتقوى بتساعدك أن تتعامل مع الآخر بتواضع وحب. كتير حلو. التقوى بتساعدنا أن نتعامل مع الآخر بالتواضع والحب. الخوف اخيرا الخوف. والخوف ما بينفي التقوى. ولا تعني هنا بالخوف خوف القصاص كخوف العبيد من اسيادهم بل نعني الخوف من اهانه الله بالخطيئه. انا بعطيك مثال. قادره تكوني ام قاسيه ترجش في ولادك بس توصلي على البيت او بي قاسي اجى البابا خلاص بنرجف ما في شيء. وقادر ترجفهم مش من خوف منك انما من انه ما بيحبوا يزعلوك. كتير بقدر انا خوفك لانه قاسي عليك وبقدر خوفك بحبي يلي بيجعلك قول انا ما بقدر زعله. هيدي هوني هذا الخوف يعني تعني الخوف من إهانة الله بالخطيئة. وهذا الخوف تحدث عنه أشعيا النبي عندما قال عن السيد المسيح إنه يتنعم بمخافة الرب بأشعيا 11:3 وهو الخوف الذي يشعر به الملائكة في حضرة الله. شو حلوة الصورة. كتير حلوين. وهذا الخوف مصدره المحبة والاحترام والعبادة كما يقول المزمور خشية الرب طاهرة ثابتة إلى الأبد مزمور 18:10. وعن روح الخوف هذا تحدث بولس الرسول قائلا لم تتلقوا روحا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف بل روحا يجعلكم أبناء وبه ننادي يا أبا روما 8:14. بير جوزيف عن جد أنا بشكر ربع هالموضوع اللي كتير عميق واللي كتير بيشجعنا ما بقى نخاف نقول له تعالى يا روح الله. قبل ما بس حب لك شغلة واحدة إنه إذا بدك ما تخاف حبه لألا أكتر وأكتر. في سؤال نحن سألناه للمشاهدين قبل ما أخلص كل أنا ما قدرت أسألك ولا سؤال من يلي أنا حضرتهم. خلينا نسأل نشوف شو جاوبونا انه الهدف من اكتساب الروح القدس. خلينا نشوف شو جاوبونا مشاهدين. بالإيمان والصلاة. بالصلاة.
بكتسبها بتعاملي بتصرفاتي بأفكاري بالمساعدة للغير، يعني بطبق يلي الدين بيقلي أعمله، عرفتي كيف؟ حتى أنا يكون ضميريا مرتاحة. الروح القدس كل يوم موجود بحياتنا، نحن كمسيحية مفروض يكون موجود، موجود بالمعاملة، بالصلاة، بالمحبة، بالإيمان، بمساعدة الغير، هيدا الروح المسيحية هيك. روح القدس هو شغلة لازم يكون الإنسان من جوا متحضر ليقدر ياخد روح القدس، لأنه بده يكون عنده عمق روحي وإيماني وصلاة، بكتسبه بالصلاة أكيد، بالمسبحة، بالقداس، أكتر شيء بالذبيحة الإلهية، بالاعتراف، بكل يوم إنسان بيقدر يعيشه وبيلمس هيدا الشيء، بيصير يقدر يشوف الأمور أكتر، بيضويله حياته، بيلهمه على إشياء كتيرة هو يمكن منه منتبه، فهيدا شيء كله تدخل الروح القدس بحياة الإنسان، وبتجي هيدا الموضوع من وقت اللي يكون عنده عمق روحي وصلاة، بيقدر يسمع المساجات تبع روح القدس. أكيد بالصلاة والإيمان والروح القدس، يعني نحن بنكتسبه من إيماننا بالله، وبناخد منه القوة وبيعطينا هالصلاة لنقدر نكفي هالعمر والحياة. أنا هيدا إيماني فيه. شو رأيك بجوزيف؟ شغلة بسيطة، تركه هو يكتسبك. قال له أنا بين إيديك. خلاص. واو أنا بين إيديك. ساعتها بعرف بس أكيد مثل ما قالوا يعني إنه تقول له إنه أنا أنت اكتسبني، بس بده يكتسبني أكيد وقت تكون أنا مش إنه بيعة وماشي، لا بده يكون أكيد رجل صلاة بالاعتراف، التوبة، القداس، المشاركة، بالتنشئة الروحية اللي عمالي بتصير، بالأمانات اللي بالأمانة اللي الواحد بعيشها، وإنه اليوم مثلا نحن بنعرف أخذنا الروح القدس بالمعمودية اللي هي أنا بسميها مفتاح الأسرار، لأن الواحد إذا مش معمد ما بيقدر يتقدم ولا من أي سر من الأسرار. لذلك ونحن بنعرف إنه في ثلاث أسرار بتعطي النعمة، هي المعمودية والتوبة والكهنوت، يعني الواحد بينال النعمة فيهم وهوديك بيزيدوا النعمة. فلسبب هيدا أنت أخذت الروح، أنت بتحيي هذا الروح وتكتسبه بعيشك الأسرار كمان. بس أوقات نحن ما منسترجن له تعالى يا روح الرب لحياتنا، منخاف. أول شيء منخاف، في ناس كتير بخافوا ما أنه الرب ياخد منهم الأشياء يلي عندهم إياها. مثلا أنا إذا أجد بنتي قالت لي ماما أنا بحبك والبدك إيه بعمل لك، تصور أنا بجي بقول لها بدي هي هيك قالت لي، يعني أنا بدي أشطها شو عندها بيفرحها. الله مش هيك، ما هو اللي عندك إياه هو من مين؟ من هو مش هيجي حكي هون. ولسبب أنا اللي بقول أنه اليوم تيجي مثلا بتقول له يا أخي هالكنزة بعشيتي بدها فيك، هذه صوف انجليزي مرتب، ما في شيء يا اخي والله جربها. هلا اذا بقيت مصر مش رح تكتسبه، بس اذا قلت اوكي يعني خوض المعركه بدون رغم الخوف اللي عندك، قول بدي امشي، حط اجرك بالهذا، متى ما لحقته حطيتها والله بتدفي، لانه وقت بتلحق وبتبلش بعش فيك تطلع، لانه الفرح اللي بتعيشه والغبطة اللي بتعيشها صحيح لا توصف. أوقات كمان نحن منخاف نقول له تعالى يا روح الله لحياتنا، سلم حياتنا، وما بنسمع إرشاداته لأنه ما عندنا ثقة. يعني تصور أنا كمان بنتي تيجي تقول لي ماما أنا بحبك بس ما عندي ثقة فيك، يعني شو هيدا الإحساس؟ أقول له لا الله أنا بحبك وبقرا كلمتك كل شيء بس ما عندي ثقة فيك، يعني ما مش حب، ما عندي ثقة فيك، بغطيها. يعني أوقات نحن ما منقول له تعالى يروح الله لأنه ما عندنا ثقة ولأنه نحن ما نخاف، هودي زللناه هون. بس المهم نحن مثل ما قلت لنا نعمل أول خطوة. يعني إذا واحد مثلا بده يعطي خيف إنه يخسر، بس وقت اللي بيعطي بشوف إنه ربنا بيعوض وبيعطي أكثر. مش بس وقت اللي الفرح اللي بيعيشه بالعطاء أكثر من الفرح اللي بيعيشه بالأكد، يعني صحيح. لكن قوة الروح القدس يعني بتعيشها هي بتقدسنا، لأنه بدون القداسة لا نرى الرب. يعني نحن ما بنقدر نعرف المسيح بدون روح الرب، روح القدس. ما بنقدر نحيا الحياة المسيحية بدون روح القدس. ما بنقدر نصلي أو نشهد بدون الروح القدس. ما بنقدر نعمل شيء من أجل يسوع بدون الروح القدس.
والأحلى أنه لا يوجد شيء يعمله الرب يسوع لأجلنا بدون الروح القدس. ونحن ما كنا يعني قدرنا من الحلقة لو ما الروح القدس. أمين. ولو ما الرب قال لي حطك بحياتي هيدي الفترة أنا رجعت شفتك، قال لي روح القدس مع بير جوزيف. فعن جد عمل الرب هو بيستخدمنا، عمل الرب عظيم. بير جوزيف، قبل بدك ناخد ترتيلة آخر شيء ولا بعد منقول شغلة صغيرة عن الروح القدس؟ لا خليها للآخر. تذكر يمكن بعدين دي 5 دقايق. لكن أنا حتى امتلي منها الروح القدس أنا بدي أحضر قلبي، مظبوط؟ أنا بدي أحضر قلبي ورب هو طلب مني أنه أنا امتلي من الروح القدس، مظبوط؟ ووعدني، ووعدني إذا طلبنا مشيئته بيسمع لنا، ومنعرف أنه كل الطلبات اللي قلنا له نحن رح ناخذهم، هو وعدني. صحيح. قال لي إذا الروح القدس بحياتي شو ما طلبتي أنا رح أعطيك. لكن نحن نطلب اللي بدنا اياه، هو بيعطينا الذي يقول الى خلاصنا حسب مشيئته. عم بيقول لي بعدين 2:30 بدك الترنيمه. هلا يعني لانه الترنيمه هي اللي بدت مثل ما قلت لنا الصلاه يلي خلت لنا الموضوع، يعني بين الترتيمه ترنيمه وختام الحلقه بدك تخدمي فيها. بعتقد بيكون انجزنا. بس في شغل صغير بدي اذكرها المشاهدين بير جوزيف، انه اعمال الروح القدس بتعمل فينا انه بقوينا، بيملأنا، بيحفظنا، بنورنا، بعيننا، هو كلهم ايات بالكتاب المقدس، بقدسنا، ببكتنا عن خطيه، بيعطينا الولاده الروحيه، بزودنا بالمزايا الروحيه، بينتج ثمار، ثمر الروح. ايه هون بدي اقول شغله واحده. اوقات كثير بيسالونا طيب ابونا منين بدي اعرف انه هالعمل هيدا من الروح او مش من الروح؟ إذا كان العمل اللي عم بتقوم فيه يؤتي بالفرح والحب والسلام، يعني الفرح والسلام ثلاثتهم سوا، يعني هيدا من الروح، وعد عن ذلك فهو ليس من الروح. بدنا نختم أحلى حديث مع يسوع بأحلى ترتيلة. أنا اسمحي لي أقدم هالترتيلة لروح الأب يوحنا الحبيب ساطير كتبها، في أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض، إن الروح يصلي فيكم بأنات لا توصف. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض، روح الرب يرفرف على المياه. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض، إن الروح يشهد مع أرواحنا بأننا أبناء الله. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أمين. أمين. بير جوزيف، يعني نحن هون منشجع، يعني هون كأنه عم بقول نخدم بسرعة، كأنه الروح القدس هو كأنه جي بي اس يلي نحن هلأ منتبعه على الطريق، ما بنروح محل إلا ما نحط جي بي اس وبقلنا وين ما تروح وين ما تروح. هو جي بي اس غير منظور كصورة. فنحن بنقول منشجع كل المشاهدين، انا اكيد كلكم صار يهمكم انه يدخل الروح القدس لحياتكم، فخلي كلمه الرب يلي بالكتاب المقدس من خلال الروح القدس هي تنورك وتفهمك وتقلك الرب يسوع شو بده منك، لانه هو ما بده الا حياه افضل وحياه حلوه لإلك، وبده منك انه تحبه اكثر وتمجده اكثر. فبنقول يا رب انه ترسل روحك لكل شخص هلا عم يسمعنا لحتى يتجدد روحه، تتجدد حياته، لحتى يشهد انه نحن ابناء الله. بير جوزيف عبد الساتير، انا بشكر وجودك. انا بشكركم، بشكرك دولي على الحلقه هيدي، واكيد بحيي كل اخوتي المشاهدين، وبطلب انه روح الرب هو يكون فاعل في قلوبهم.
امين يا رب يسوع. بذكركم نحن لقائنا التنين المقبل باذن الرب الساعه 6 على الهواء، وهيدي الحلقه تعاد نهار الجمعه الساعه 10، ورب يبارككم.